وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسجدة الشكر، ورجيسي تيوش طارتها تيليت في الطهارة في الوضوء، سجود التلاوة، سجدة التلاوة في القرآن وسجدة الشكر، ورجيسي يجي الشرط ولا الواجب ولا الفرض باش الزوار توضت ولا باش تستقبل القبلة، وريجي الواجب وريجي الشرط وريجي الفرض. يمكن سجدة الشكر استيتسكرت بدون استقبال القبلة، يمكن استيتسكرت بلا الوضوء، يمكن استيتسكرت في كل وقت من أوقات من الأوقات، ولو في وقت الكراهة، ولو في أوقات الكراهة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يتعلق بالنقاء من الحيضة. تمارت تزري درس الدورة الشهرية الحيض، تكدرس مثلا 5 أيام، نهار 6 أيام تزرى العلامة من الطهر، تسير تغتسل، النهار و7 أيام نيت هادي تخسرات مصري تخسر، هاتي تزري الدورة، تزري الدورة يغدو ربي تا مغار تنقي الحيض، هاتزري النهار ولا يومين ولا 3 أيام ولا يوم ساعتين ولا 3 سوايع، هاتزرى كران ومان صفرنين ولا كران ومان كنزون لوسخ، غوينا تيورجين الحيض، وين كان غير ناقض للوضوء. ممكن اللي استناو معاطية الصحابية رضي الله عنها، كنا لا نعد السفرة والقطرة شيئا، أي بعد الطهر. ناقي نكون غير نقي الصحابيات، ناقي غير نقي ورسولا نزول نتحاسب، ورسولا الناس دارو ولا نتحاسب، كان يكرن ولا كان الوساخة دي تقراو بعد ما تزرات مغارة الحيض، ما تزرى العلامة الطهر، ورسولا نتحاسب مين ولا كانوا ما نصفرين. ما ان قلنا نظرت مغاد لك كتوضى صافي، شكون يتنقاد الوضوء، اي يتنقاد الوضوء. السؤال ويسكراد يتعلق بالسجود القبلي بالنسبه للنوافل، يعني بمعنى الانسان يتنفال يوقع الزياده ولا النقصان ولا السهو في الصلاه، يس حتى انت نسكر السجود القبلي والبعدي. نعم بحال بحال، لان يعني من الحكام اللي لنا السجود نساهو هو ترغيمه للشيطان، والصلاه خطنا القعه نصلح كثر، يعني نرقع يعني بنصحت يوفي غاس كله نعود. اذا اذا تنفلت مثلا تسكرت مثلا سنه النافلات على سبيل المثال، سنه ركعه النافله تكيورت اختي سنه تكيورت غيات تكت التشهد تكتيتي استخصى نكرويتيت اقول نسلم سكرت بعد السلام، ولا اتظلت سنه ركعه نكرت سكرت وريت كيور تكملت التشهد سكرت بعد السلام، والله أعلم.